اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وترك الزنا تحصينا للنسب. أولا خلي نشوف شنو يعني الزنا. الزنا يعني الضيق. شلون؟ باعتبار أن الإنسان يضيق على نفسه بإراقة مائه في موضع لا ينتسب إليه، ما ينسب إليه. بعد كذلك يضيق على نفسه باختيار مكان، يختار الزاني مكان يختفي فيه عن أعين الناس خلسة. ولذلك يقولون الزنا يعني الضيق. طيب، الإمام صلوات الله عليه يقول: حرم الله تعالى الزنا تحصينا للنسب. ليش تحصينا للنسب؟ لئلا تختلط المياه. شوف الفكرة وين، لأنه في الزنا تختلط المياه ويصير اشتباه بالأنساب، يعني إضاعة تضيع للأنساب، ولا يعلم الولد هذا ابن من، فالناس تقوم بنسبة إلى أمه. شوف خلي بالك أن الولد قطعا ولا شك هو من ماء الرجل، والأم مجرد وعاء أو ظرف كما يقول الشارح المعتزلي. فلما يجي ابن الزنا هذا ما يقدر بتقدير وينسب إلى فلان، ما ممكن، لأنه النكاح غير شرعي. فهنا ايش حيصير؟ لح ينسب إلى الأم، وكارثة الإنسان إذا نسب إلى أمه. أولا لح تضيع المواريث. ليش؟ لأن ابن الزنا لا يرث من أبيه، لأنه يدعى بأمه، أبوه منه، يضيع الورث، إضاعة للمواريث، لأنه لا يرث. ومن مفاسد الزنا كذلك تهديم الأسر، كما هو موجود وشائع في الكثير من البلدان. لا أسرة، ماكو أسرة، لأنهم اختلط المياه، اشتباه بالأنساب، تضيع الأسر، تضيع. الله تعالى لما حرم الزنا حرم ذلك الخلق، ذلك الخلق الوضيع، لأنه يصير أكو اختلاط بالمياه، ما ينسب الولد إلى أبيه، لا ينسب إلى أمه، لأن أبوه غير معلوم، الأم معلومة. الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: وترك الزنا تحصينا للنسب، حتى الأنساب تبقى محفوظة، داير مدايرها سور، داير مدايرها حصن، ما تضيع الأنساب، كما هو موجود كما أسلفت في البلدان الكثيرة من العالم، ضايع النسب، ما تدري. وترك الزنا تحصينا للنسب، كذلك حفظا للمواريث، عدم تهديم الأسرة، فذلك أن الله تعالى حرم الزنا لهذه العلل وهذه الغايات. اسمع
بني وصيتي واعمل بها، فالطب معقود بنص كلامي. لا تشربن عقيب أكل عاجلا، لا تشربن عقيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. شوف، واحذر طعاما قبل هضم طعامي، واحفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، ماء الحياة يراق في الأرحام. لما يكون أكو عقد للنكاح والمصاهرة، وإلا أرجوك الإنسان يأتي يزني هنا وهنا وهنا، وهذا يجي يزني هنا وهنا، شو اللي حيصير؟ تضيع إلى النسب، وترك الزنا تحصينا للنسب، يعني حرم الله تعالى الزنا حتى يحافظ هذا الترك، يحافظ على أنساب الناس وأموال الناس، لأن فيها مواريث، وعفة الناس والأسرة الكريمة. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.